لا زالت مدافع العدوان تدك أحياء الزاهرة لا تفرق بين طفل أو شيخ أو امرأة، وحصار آتم طال الغذاء والدواء وحتى الأكسجين في مشهد مأساوي ومخجل يطال جيرانها ويدين رعاتها إن كان هناك من راعٍ، وسط ردود أفعال أممية باهتة وجهود محلية فاترة. لكن المدينة صمدت وقاومت دفاعا عن حريتها ومدنيتها وثقافتها، امتدت بها العهود في رفض الاستبداد والطغيان، فهذه هي طبيعتها، وتنفست أريج الياسمين فهو مكنون روحها لتحفز الجموع في ربوع الوطن ذودا عن سمائها وحفظا لخرير شلالها وإعذارا أمام ربها من متربص لغته الدمار والإرهاب والدماء. ولا زالت تقاوم